الفتن تعود إلى أمرين، الأمر الأول فتنة الشبهات، وسببها ضعف البصيرة وقلة العلم، وفتنة الشهوات وسببها ضعف الديانة وقلة الإيمان. فمن فتنة الشبهات فتنة الأصنام والأوثان والتعلق بها ودعائها من دون الله عز وجل، وأيضا من فتنة الشبهات فتنة الأهواء والبدع والآراء المخالفة للسنة في العقيدة والعمل، وأيضا من فتنة الشبهات تزيين الخروج على ولاة الأمر واستحلال دماء المسلمين، أيضا من فتنة الشبهات التحزب والتفرق والاختلاف والتنازع، وأيضا من فتنة الشبهات ترك الحق لقلة أهله أو لأن أهل الباطل هم الأغنياء أو هم أهل المنصب أو هم أهل القوة أو هم أهل الجمال وغير ذلك. فإن الحق لا يعرف بهذه الأمور، إنما يعرف بدليله من الكتاب والسنة. أما فتنة الشهوات فمنها فتنة المال، أن يستخدم فيما حرم الله وأن يصرف عن الحق. أيضا من فتنة الشهوات فتنة الزوجة والولد وكونهما يحملان على ما حرم الله عز وجل أو منع ما أوجب الله سبحانه وتعالى. كذلك من فتنة الشهوات فتنة الفروج، بأن تستخدم فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنا وغيرها. أيضا من فتنة الشهوات فتنة البطن، وذلك بأكل الحرام. أيضا من فتنة الشهوات فتنة اللسان، بأن يتكلم الإنسان فيما حرم الله. كذلك من فتنة الشهوات فتنة البصر، أن يطلق المسلم بصره فيما حرمه الله جل وعلا عليه. أيضا من فتنة الشهوات فتنة السماع، أن يسمع المسلم ما حرم الله سبحانه وتعالى. أيضا من فتنة الشهوات الاغترار بالدنيا وكونها سبب في انصراف المسلم عن الحق والعمل به. أيضا من فتنة الشهوات الاغترار بالصحة والاغترار بالمال والاغترار بالقوة وغير ذلك، واستعمال ذلك فيما حرم الله جل وعلا. فهذه فتن عظيمة ينبغي للإنسان أن يخاف منها. قد يقول الإنسان نحن في خير وليس عندنا فتن. من الذي ليس عنده فتن؟ كلنا أيها الإخوة نأخذ المال، إما من وظيفة أو من شراء وبيع. هل أخذنا هذا المال مما أحله الله، أو أخذنا هذا المال من طريق محرم، أو أخذناه من طريق مشتبه؟ هذه فتنة عظيمة أيها الإخوة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فهل يقوى أحدنا على النار؟ هذه فتنة عظيمة يمتحنك الله جل وعلا بها. هل تدخل في بطنك، هذه فتنة البطن، حرام؟ هل تشرب المحرمات؟ هل تأكل المحرمات؟ هل تأكل السحت، الربا والرشوة؟ كذلك فتنة اللسان، هذه من أعظم الفتن أيها الإخوة. لماذا؟ فتنة اللسان كما يقال تقوم حرب بين الناس بالكلام. فهل هذا اللسان صمته عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ هل اشتغلت فيه بما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك؟ هذه فتن عظيمة. كذلك بين أيدينا هذه الجوالات، أليس فيها فتن؟ والله إن فيها فتن العظيمة الكبرى، وهي فتن الشبهات، وأيضا فيها فتن الشهوات، لكن فيها فتن عظيمة تخرج المسلم من الإسلام إلى الكفر، مما يعرض فيها من تزيين الباطل والتشهين الحق. لذلك المسلم يخاف على نفسه ويحذر من الفتن، يسأل الله دائما وأبدا الثبات على الحق والسلامة من الفتنة والافتتان.